ايه غريب، في حدا عم بيلعب كرة قدم؟ شباب عن جد؟ لهون لهون عن جد بتعرف؟ يعني 171 طالع هون. مرحبا، اهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله تمام. عارفني باسمك؟ يحيى. قد ايه عمرك يحيى؟ هلا 18 فايت فيها يعني. يا رب. الله يسلم عمرك يا رب. يحيى سؤال شخصي كثير. طيب قد ايه طولك؟ يعني 160 170 هيك شيء. هلا بدي يكون جوابك سوبر دقيق، لانه اذا طلع طولك مزبوط مثل ما عم تحكي فحتربح معي، ما طلع طولك ما حتربح معي. طيب اوكي تفضل. هذا متر، نحن بدنا نتاكد يعني. تمام تمام، يلا قصي طولك لنشوف انت ثاني قد ايه قلت. 160 لل 170. لك معك يعني زائد 2 ناقص 2. تمام، يعني يا اما انه تحت اللي حكيته بدرجتين او فوق بدرجتين بتربح. طيب معي يلا لنشوف. كمان كمان. ايه تمام. انت قد قلت لي متر و 62؟ يعني هيك شيء. يعني لا يعني رواق يعني طلعت متر و 59. 59 في سنتي لسه وينه؟ وفي واحد. يمكن لك لك يمكن توصل المتر و 60 يعني. متر و 60 مضبوط يعني. لا رواق. طب لي اياه. لا فزت معي. فقلت لك يعني انا اثنين فطلعت. أنا ما بعرف ولا مره زاين طولي او شيء بس هيك شلفت. شلفتها؟ اوكي. لا برافو عليك. طيب شكرا كثير لك وان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. عرفني باسمك؟ عمار. عمار قد ايه عمرك؟ 16. عمر كله يا رب. الله يسلمك. اسالك سؤال شخصي عنك. اوكي. قد ايه طولك؟ 175. 175. متأكد يعني من هذا الموضوع؟ تمام. طيب نحن نتأكد من الموضوع. تمام، بس اسلي طولك لنشوف إذا صح هذا الحكي بتربح مصاري، مو صح ما رح نربحك شيء. بس إذا بنزل بتخليها من هذيك الجهة مشان يشوفوا. ما بدنا نكذب لهم. تمام. يا كمان كمان ارفع لعند هون عند جبهتك. يعني 171 طالع هون. هي كنا بدنا نخلي انه واحد ناقص واحد زائد، ما عليه، بس طلع هيك 2 زائد. طب يلا ما عليه، شيل لي اياه. شو كنت متوقع تطلع 175؟ لا معقول هذا مخرب؟ كله بيقول لي هيك. طيب حسنك لكم سؤال ثاني. تمام. بتعرف شيء قد ايه طول عنق الزرافه؟ بما انه عم نحكي عن طول مثلا. شيء 60. طيب شغله ثانيه، بتلعب كرة قدم؟ لا. ابدا؟ ابدا. هي غريبة، في حدا عم بيلعب كرة قدم؟ شباب؟ عن جد؟ بدي اسألك قد ايه طول ملعب كرة القدم؟ اي ما بعرف. طيب شكرا كثير لك وعن شرفنا بهيك معرفتك.